بركات الزكا بقت عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله بقى جايبه لك ايه وصفه جديده من وصفه موشين. بص يا حبايبي، النهارده هنعمل ايه؟ اللي هو الشاي باللبن، كان عيالك اولادك ما بيحبوهوش. هنعمله ان شاء الله بطريقه الكافيهات اللي هو الطبقات ان شاء الله، وهطلبوه منك كل يوم. معانا مقادير بسيطه جدا. اللبن بقى زي ما تعوزي، طبعا ممكن كوبايتين ثلاثه على حسب ايه الكميه اللي عندك. طعر السكر حسب الرغبه، ممكن معلقتين معلقه ونص زي ما انت عايزه. باكت الشاي ممكن برضه تعمليه باللي هو ايه الشاي اللي هو ايه العادي، ودول بقى ايه حبه شوكولاته عشان ايه دو ايه تيست. اول حاجه هنعمل ايه؟ هندوب الايه معلقتين السكر، رجعت لكم تاني اهو، دوبت اللبن، دوبت السكر في اللبن وخلاص دوبته. خلاص عايزين بس ندفي اللبن، بس مش مطلوب ان هو يدفي، مش هنغليه. حبيب قلبي، رجعت لكم تاني اهو، دفيت اللبن، تخليه دافي كده، وبعدين ايه تنزلي بقى على قد ما تعملي الكوبايه او المقادير اللي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، نزله في الخلاط كده ماشي، على قد الكوبايه اللي هعملها. بس بص يا حبيبتي، هنعمل ايه بقى؟ عايزين اللبن ده يعمل فوم، يعني ايه رغاوي. نضرب كده ضربه ونفصل. ايه بقى عشان نعمل الرغاوي او الفوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تفصلي. ارجع لكم تاني، رجعت لكم تاني اهو، الفوم دون اهو. هنعمل ايه دلوقتي في المرحله دي بقى؟ نروح نازلين كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، اللبن كده، ونزل الفوم بقى كده ماشي تمام. تمام كده حبيبي، زي بتاع الكافيهات بالظبط. هنا في كاتل غليتها اهو قبل التصوير اهو، وهنزل بقى ايه بالشاي بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، طبعا مش هحط في سكر، انا حطيت في لبن سكر تمام. ايه عشان تقلي الشاي تعملي كده اهو. بص رجعت لكم تاني خلاص، بصوا هاجي بقى ايه من جنب واحد كده، لازم يكون حاجه كده فيها ايه بوس كده من جنب واحد كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله الرحمن الرحيم. فاقول كده اهو، بصي شايفه، بصي ما شاء الله عيلك هيعشقوا صدقني اللبن بطريقه رهيبه، هيطلبوا منك كل يوم. بصي اهو طبقات اهو بقى، بسم الله ما شاء الله. بصي بقى يا حبيبه قلبي، اللي هو الايه الشوكولاته الجميله اللي عيلك بيحبوها اهو، احلى من الكافيهات. وبصي بسم الله الرحمن الرحيم هون، بصي حبيبتي اهو، طبعا ايه بيشربوه بقى، بتقلبيه بقى بالمعلقه وبقى الفرشه. فلو بتمنى بقى لو الفيديو عجبك ما تنسيش بقى في لايك وشير واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.